كشفت دراسة بريطانية حديثة أن استئصال قناة فالوب يحد من خطر الإصابة بسرطان المبيض، إذ اكتشف الباحثون أن 60% من أورام المبيض تبدأ في قناة فالوب. في نوع معين من السرطان اللي هو أكثر شيوعاً سرطان المبيض، لقوا أنه ببلش بالمنطقة الأخيرة من قناة فالوب اللي هي كتير قريبة من المبيض، وبعدين بينتقل للمبيض. ويعد سرطان المبيض خامس أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء، ويصيب 250 ألف امرأة في العالم كل سنة، أغلبهن فوق سن 50. ولكن ما هي الحالات المؤهلة للخضوع للاستئصال؟ وحدة ما عادش بدها تجيب أولاد، أو صار عندها أولاد وخلصت وصار في عندها وفي عندها ريسك إنه في عندها سرطان المبيض، اللي عمرهم فوق 50، النساء اللي ما جابوا أولاد، النساء اللي عندهم أنواع من التكيسات بقلب الرحم، أو عندهم بالعائلة سرطان المبيض، سرطان الثدي، سرطان القولون، كلهم هم مجموعين مرتبطين مع بعض بجينات معينة اللي هن البي آر سي أي 1 والبي آر سي أي 2. أما المضاعفات الجانبية لهذه العملية فتتركز في عدم القدرة على الإنجاب بعد الاستئصال. نحن حتى لو شلنا قنوات فالوب بيبقى في دورة شهرية وبيبقى في هرمونات، بس ما بيعود في مجال لالتقاء الفوليكل اللي بينزل بالأوفيليشن بالإباضة مع السبرم، ما بيعود في مجال للحمل. وينصح الأطباء بالكشف الدوري لسرطان المبيض كل 6 أشهر، إذ أن الكشف المبكر للمرض يزيد من فرص الشفاء. آسيا صفي الدين، العربية.